اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد عتقت رقابنا من النار، وأحللت علينا رضوانك، وأصلحت حالنا، وحققت أمانينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أصلحت حالنا، وأسعدت حياتنا، وغفرت ذنوبنا، وتقبلت طاعاتنا، واستجبت دعاءنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا على أحد من المسلمين، ولا تجعل في قلب أحد من المسلمين غلا عليهم. اللهم ارحم ضعفنا، وفرج همنا، واجبر كسرنا، وأمطرنا برزق من عندك لا منة لأحد من خلقك علينا فيه، وفرجي يكون عونا لنا على المسابقة في طاعتك. اللهم اجعل كل ما آلمنا خيرة، وكل ما أحزننا خيرة، وكل شيء منعته عنا خيرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت فيه من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم طهرنا من ذنوبنا ثم خذنا إليك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة المكرمين. رب افتح لنا ولأحبتنا أبواب سمائك، واغمرنا برحمتك، وأجرنا من عظيم بلائك، وسخر لنا الطيبين من عبادك. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن فاز فيها بالأجر، برحمتك يا أرحم الراحمين.